هناكل المعكرونة الطويلة أو النودلز على الطريقة الإيطالية. هناخد الشوكة بيميننا والملعقة حتكون مساعدة لنا بشمالنا. هناخد كم خيط من المعكرونة ونلفهم منيح على بمساعدة الملعقة بهيدا الشكل، وحناخد اللقمة وناكلها. وفي شغلة كتير مهمة، إذا لفيت خيوط المعكرونة وبقيت نازلة شوية خيوط منها، المفروض إني ما أشفطها شفط، المفروض إني قصها بسناني بهيدا الشكل. بدي وصيكم ما نعمل صوت اللقمسة وما نفتح شفافنا نحن عم نعلق. وفي نقطة كتير مهمة بدنا دايما ننتبه عليها، إنه ما نشوشح بالأدوات اللي عم نستخدمها. وصحة.